السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة يا ربي. ومرحبا ومليون ألف مرحبا عندي في قناة. اليوم جبتكم معايا ديروا معايا دويرة في السوق بورتاليغري في البرتغال، اللي هو معروف بالماركة، معروف بالسيكاند الماركة، معروف بالكوبريات ديال الناموسيات ديال الماركة، ومعروف بالقبيات ديال الماركة والسبرديلات والصبابط والجواكت والحويج ديال الماركة والفوطات والزرابي وكل شيء. ولكن هذه المرة لقيته ما عامرش بزاف، شوف واحد البوتيو كبير كله جلد. هذه المرة هذه لقيته ما عامرش بزاف على حساب هذا الوباء. هذا الناس خايفين، راكم عارفين هنايا في اوروبا شوية كاين نظام والناس خافوا. شو الحوايج كثيرين كل شيء، هذا الشيء اللي غادي نوري لكم، وغادي نديروا معايا واحد الدورة وتكحلوا معايا عويناتكم وتشوفوا معايا هنايا الحوايج وشنو كاين في السوق والصبابط والبتيوات ديال الجلد. لان بنتي قالت لي ماما بغات القبيات ديال الماركة، وبغات البانطوفات، بغات واحد البانطوفات سخونه اللي كاينين هنا، واحد البانطوفات اللي هما كيصاوبوهم من الصوفه ديال الغلمي. وقلت انا غادي نجي ندير دويره وغادي نسجل لكم هذا البلوغ. هذا هاد في السوق، هاد السوق هذا كيعمر مره في الشهر، وكيجيو له الناس من كاع الفلاجات او النواحي اللي هما اسبانيا وقرابين البرتغال، كيجيو له في الكار، اللي كيجيب طوموبيلته واللي كيجي في الكار. هادو كوفرليات، هادو كوفرليات ديال الصوف ديال الغلمي، كاينه هنايا من 12 ألف ريال حتى 14 ألف ريال وحتى 8 آلاف. الا تغطيتي بيها ما تحركيش من الناموسية ديالك، غير وحدة فقط، وتدي ليك واحد 10 سنوات الا احتفظتي عليها. اش غنقول لكم، والنابات رائعين، عنده النابات مرخصين من 150 درهم حتى 200 درهم. النابات ديال السالامونجي اللي هما يا عنده سالامونجي فيها تجلسوا فيها 12 واحد، دوك السالامونجي اللي كيتلوبلو اللي كيتحلو. هنايا كاينين البيجامات ديال البنات وديال الاولاد، ديال الوليدات والبنيتات، وديال حتى النساء. الماركه الكاليتي المزيانه اللي مصنوعه هنا في البرتغال، ماشي الشينوا. وفي اوروبا البرتغال معروفه بالصنع ديالها، ديال البيجامات والكيتمات وليزور والكوفرليات والصبابط ديال الجلد. ودابا غادي نخليكم، والقوامج ديال الرجال والحوايج ديال الرجال، ودابا غادي نخليكم تشوفوا معايا. وخليت لكم لقطات بلا ما نحيد لهم الصوت، بلا ما نركب عليهم الصوت، باش تسمعوا الصوت ديال اللغه البرتغيزيه. او هانتوما معايا، غنخليكم مع البلوغ، ومن بعد غادي ندير لكم واحد الموسيقى زوينه تمتعوا بها وانتوما معايا. وهنايا جاتكم الاتجاه ديال الصبابط ديال الجلد، الجلد البريء اللي ما فيش الغش. الصباط كيبقى عندك حتى 6 سنين حتى 7 سنين حتى تيطلع لك في راسك وما يتقطعش، وداك الرقاب ديالو مزيان اللي ما كيخليش يدخل لك البرد ولا الشتاء. اش غنقول لكم، هاد الصبابط هادو كيتصدروا النواحي ديال البرتغال، اسبانيا، كاينين فرنسا، كيضاو بالليم الثمن ملي كيتصدروا الجلد الفري هنا في الشركه ديال هنايا في الشركه في البرتغال في لشبونه. شفتوا هاد البوتيو هذا، كلشي هادشي الجلد البري. شوف الصوله ديالهم وشوف ستيل ديالهم كيدير، هذاك الشيء واعر، كاين ما بين 300 درهم حتى 700 درهم في هاد البوتيوات هادو وهاد الصبابط والصبرديلات اللي كاينين هنايا. وخا السوق فيه الماركه بحالو بحال الحانوت. وهادو هما البانطوفات اللي بغات بنتي، وانا ملي جيت لهنايا قلت ليها ما صحتها ما غاديش تشري هادوك ديال الصوفه لانهم سخان بزاف، يقدروا يديروا ليها
يديروا ليها الكزيمه في رجليها، يعرقوا ليها رجلي. هي اختارت غير هادو، هادوك البانطوفات ديال الصوف دايرين 60 درهم والاخرين دايرين غير 30 درهم. انا شريت ليها غير هادو اللي هما يا توب، حتى هما مزيانين وسخانين. ها هي كتهزهم كتختار، هذيك هي اللي عجباتها. ما عجباش قالت لك ما بغاتش الغوز والباج والشيبي، اختارت غير هذاك البلو مارين الاسول مارينو عجبها وصافي. وها نتوما معايا، ديروا معايا دويره هنايا باش تشوفوا الصنع ديال البرتغال، وتكون عندكم فكره الا جيتوا للبرتغال او جيتوا لاسبانيا وبغيتوا تجيو جيتوا فاكونس وبغيتوا تجيو ديروا دويره، مرحبا بكم هنا.
وهنايا حنا غاديين انا والزوج ديالي، المصور ديالنا هو صوفيا بنتي، وتقديت لي هذاك الشيء اللي هي خاصه. وصلنا عند مالين دجاج، الدجاج البلدي هذا هنايا كيبيع الدجاج البلدي في السوق، كاينين عنده الفراخ اللي داير 75 درهم، وكاين اللي داير 30 درهم. حنا شرينا الصغيورين اللي غاديين يبقاو واحد 5 شهور، وحنا كنعلفوا فيهم حتى يكبروا تنقبوهم كما كنقولوا، وشرينا اللي دايرين 75 درهم. هادو غادي نحتفظ بهم غير هاد الشهر هذا، يغلاضوا شويه غنعطيهم الماكله، وغادي ديك الساعه غادي نذبحهم. هنايا شرينا 12000 ريال ديال الدجاج، غادي تدي لنا شحال من شهر. قام دارهم لينا في الكراتن، 3 ديال الكراتن. ودابا غادي حنا كنهضروا مع المصور، قلنا ليه صور هنايا تشوفوا كيفاش النظام وكيفاش النظافه وكيفاش الدجاج البلدي، لان الدجاج البلدي هنايا غالي وحنا في اوروبا. وشفتوا مول الدجاج حتى هو داير ليهم القرعه ديال التعقيم وكل شيء، بنادم محتفظ وخايف. صافي دابا سالينا، كاينين البوليس اللي في الخرجه ديال السوق، ودابا سالينا وحنا غاديين في حالنا. نتمنى يعجبكم هذا البلوغ ديالي اليوم، ونتمنى يعجبكم السوق ديال البرتغال، ويتمنى يعجبكم قناتي ويعجبكم المحتوى ديالي. وكنفرح بزاف بالتعاليق ديالكم الزوينين، ومرحبا بكم.